إذا الآن غادي نديرو التمرين رقم 18، الصفحة 179، الصفحة 179 ديال الماكسيمات ديال السنة الثالثة إعدادي. إذن أون كونسيدير لي فيكتور AB X زائد 2 3 Y ناقص 1، يعني لابسيس دو فيكتور هو X زائد 2 و لوردوني هو 3 Y ناقص 1. إذن X زائد 2 هذا هو لابسيس، و 3 Y ناقص 1 هذا هو لوردوني. وكاين واحد الفيكتور اخر هو الفيكتور سي دي، لابسيس ديالو هي 3 ناقص اكس و لوردوني ديالو هي ايغريك زائد 3. alors ils nous ont demandé de trouver x et y pour que les vecteurs AB et CD soient égaux. يعني خصنا نلقاو x و y بحيث هذا لو فيكتور AB و CD يكونوا متساويين، يعني AB تساوي CD، يعني خصنا خص AB تساوي CD. إذن اش شفنا في الكور؟ شفنا بأنه pour que deux vecteurs soient égaux il faut que l'abscisse que leurs abscisses soient égaux، يعني l'abscisse ديال هذا يساوي l'abscisse ديال هذا و l'ordonnée ديال هذا يساوي l'ordonnée ديال هذا، l'ordonnée ديال le vecteur يساوي l'ordonnée ديال هذا الفيكتور. إذن حنا اش شفنا هنايا؟ شنو هي لابسيس ديال لو فيكتور AB؟ هو x زائد 2. إذن خص x زائد 2 تساوي لابسيس ديال CD، خص تساوي 3 ناقص x، وفي نفس الوقت خص لوردوني ديال AB يعني 3 y ناقص 1، لوردوني ديال AB 3 y ناقص 1 خصو يساوي كذلك لوردوني ديال CD، يعني خصو يساوي y زائد 3. إذا هادشي اللي غادي نشوفو. إذا هذا هو التمرين، إذا هذا هو التمرين 18 صفحة 179 ماكسيمات سنة تلتة إعدادي. إذا قلنا AB عندو لابسيس ديالو هو إكس زائد 2 و لوغدوني ديالو هو 3 إكغ ناقص 1، وعندنا لو فيكتور سي دي لابسيس ديالو هو 3 ناقص إكس و لوغدوني ديالو هو إكغ زائد 3، مفرقين بهاد لو بوان فيغكول. دونك AB ايت ايكال ا CD سينيفي كو لابسيس ديال هذا x زائد 2 خصو يساوي 3 ناقص x، وفي نفس الوقت داكشي عندنا اي لوردوني ديال الاول لوردوني يساوي لوردوني ديال الثاني. اذا هذا هو التعريف اللي كاين في الكور. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut que leurs coordonnées soient égaux. Ça veut dire l'abscisse de l'un est égale à l'abscisse de l'autre, l'ordonnée de l'un est égale à l'ordonnée de l'autre. Et dans la dynamique molécule, et dans la dynamique, on a, هذه معادلة من الدرجة الأولى، يعني فيها مجهول واحد x، غادي نقلبوا على x. هذه كذلك معادلة من الدرجة الاولى، يعني فيها واحد المجهول ايغريك غادي نقلبوا على ايغريك، وحنا جاوبنا على التمرين. اذا هنا اكس، اذا هاد ناقص اكس الى جا لهاد الجهه الاخرى يولي اكس زائد اكس، يعني 2 اكس هو، وهاد زائد 2 الى جا لهنا يولي ناقص 2 هو، اذا 3 ناقص 2. هنا 3 ايغريك، هاد ايغريك الى جا لهاد الجهه يولي ناقص ايغريك، اذا 3 ايغريك ناقص ايغريك يساوي 2 ايغريك، وهاد ناقص واحد غادي يجي للجهة الأخرى غيولي واحد، يعني زائد واحد، إذا واحد زائد ثلاثة هي أربعة، هي إذا 2 إكس تساوي 3 ناقص جوج يعني تساوي واحد، 2 إكس تساوي واحد، و 2 إيكغيك يساوي أربعة، يعني ألوغ إكس، إذا إكس يساوي واحد على جوج، غادي نقسمو على جوج هنا وهنا، و إيكغيك يساوي غنقسمو على جوج، إذا أربعة مقسوم على جوج تساوي جوج، إذا إيكغيك هي 2. صافي إذا جاوبنا. دونك x est égal à 1 sur 2 et y est égal à 2. دونك pour que les deux vecteurs AB et CD soient égaux, il faut que x soit égal à 1 sur 2 et y soit égal à 2.